انا جيت. السلام عليكم. النهارده عندنا فيديو جديد عن تطبيق اسمه سلوتس ماركت. طبعا انا شرحت التطبيق ده قبل كده وحوالي من شهرين او 3 شهور وليكن. يعني التطبيق ده بيعمل فعاليات من كل حين لاخر، وطبعا يعني يبقى كنز بالنسبه لكم لو نزلتوه. التطبيق ده كان منزل من حوالي شهرين وليكن، برضه قلت كان منزل ان انت لو دخلت كل يوم هيديك دولار، ولمدة شهر هتجمع ممكن 30 دولار. طبعا انا ما جمعتش منهم غير 16 دولار، وقلت اسحبهم النهاردة واعمل فيديو اثبات سحب بيهم. برضو التطبيق كان عامل من حوالي شهر، كان عامل فعالية برضو انا نزلتها على التليجرام برضو عشان لو حد كان عندي تليجرام. كان منزل ان لو عملت الايداع ب$30 هتكسب $20 هدية، وممكن تسحب الـ50 عادي جدا. فيعني تطبيق بصراحة لقطة. طبعا انا كنت عاملة فيها اثبات سحب من حوالي برضو قبلها، يعني كنت عاملة اثبات سحب $10 منه. طبعا الحدث ده انتهى لانه كان من فترة، بس ممكن يعني التطبيق ده ينزل فعاليات اكتر من بعد كده، فاحنا نكون منزلينه بس علشان نكون على علم بكل حاجة. تمام. طبعا انا كنت عاملاها من تليفون تاني، طبعا ما ينفعش غير وش واحد بس، يعني لو ما ينفعش تعمل وشك بكذا تليفون، يعني مثلا تنزل التطبيق ده في تليفون تاني وتعمل بيه وشك، لا مش هينفع، لازم يبقى فيه وش مختلف لان هم يعني عارفين كل حاجة. تمام. فمش هينفع تضحك على التطبيق خالص، ولا حتى تنزله في اي حتة غير ان انت تنزله على تليفون تاني وكمان بوش تاني. تمام. ده مبدئيا كده احنا خلصنا الحوار ده. ب$10 طبعا انا لسه هعمل اثبات سحب، هنسحب طبعا على محفظه فلوس الباي، لان محفظه فلوس الباي بتقبل الحاجه القليله ونقدر نعمل منها ايداع قليل. تمام. فا وليكن هنختار $10، وطبعا انا حاطه محفظه فلوس الباي اهي، وهنعمل على ويزدرو. هندوس على ويزدرو، وبعدين هندوس على الاو تي بي عشان يبعت لنا الرمز ونحطه هنا. تمام. وزي ما انتوا شايفين وصل لي $10 على المحفظة في اقل من ثانية. فالتطبيق ده بحرفيا كنز، واشتغلوا عليه في يعني مثلا هو بينزل كل تقريبا فترة بينزل فعالية شكل، مثلا كل يوم ممكن تكسب دولار، مثلا ينزلك فعالية تبعت الرابط وتخليه ينزل التطبيق حوالي ممكن يجيب لك دولار حاجات زي كده. يعني كل فترة بيعملوا فعالية شكل بتبقى حلوة. زي ما انتوا شايفين عندنا اقل ايداع في اللعبه هو $1، فاحنا هنعمل ايداع ب$4 زي ما انتوا عارفين. فهنعمل كوبي ادريس، فيلا بينا نروح المحفظه. زي ما انتوا شايفين حطيت اللينك المحفظه بتاعتهم هنا، وبعدين نحط الكميه اللي احنا هنسحبها. فاحنا هنسحب عايزين توصل لنا 6 هناك، فهنسحب 7. طبعا هيبقى فيه مصاريف $1، وهنعمل على انسحاب. يلا بينا نروح نشوف اللعبة دلوقتي حاليا وصلت لها ولا لا. زي ما انتوا شايفين جالي $6 بعد حوالي 5 دقايق من الايداع. طبعا احنا مالناش دعوة باليوم لان انا بعمل الفيديو على مراحل. الغزالة رايا بعد ما عملنا ايداع ب$6، فحاليا عشان بس اللي مش عارف ان اقل حاجة بيبقى في السحب $10، بعد كده 30، بعد كده 50. اول 10 و30 دول بيبقوا في المستخدم التجريبي اللي هو لسه بادئ، بعد كده الـ50 دي عموما بقى، دي الـ50 ثابتة، دي ثابتة، لكن 10 و30 دول هيختفوا. تمام. فحاليا احنا هنحاول يعني نكتر الـ13 دول لغاية ما يبقوا 30، معرفش ازاي، بس هي في استراتيجية. هي اي نعم بتزود ببطء، بس انا زودت دولار بالاستراتيجية دي، ولو كنت استمرت عليها اكتر كنت ممكن ازود 2 و3 عادي. تمام. في هنا عبارة عن بروميشن معمول ان انت تاخد 1 كل ساعة. تمام. فناخد عادي برضو، هتزودنا وهتساعدنا. كل ما كان رصيدك اكبر في الحساب كل ما هتكسب اكتر. تمام. في الاستراتيجية دي رصيدك قليل تكسب قليل، كل ما رصيدك بيكبر كل ما المكافأة بتاعت التاسك بتاعتك اللي احنا هنعملها دلوقتي هتكتر. تمام. دلوقتي احنا نعمل اكتيفيتي. تمام. دلوقتي احنا معانا 1335.2، فنروح الآلة الحاسبة. طيب احنا قلنا عندنا 1335.2، فنعملها على 8، ناخد الرقم ده اللي هو 166.9. تمام. ولو في اكتر من رقم فناخد اول رقمين بعد العلامة الـ20. تمام. ونعمل نسخ ونروح اللعبة تاني.
طبعا المهمة دي بتتعمل كل ساعة، فاحنا كل ساعة نفتح اللعبة ونعملها. تمام يا حبيبتي، هنبدأ نشرح اللعبة قبل ما تبتدي تاني. تمام، فعبارة هي عن 8 خانات، واحنا نقسم فلوسنا على 8 خانات. تمام، دي طبعا مش قمار ولا تخمين ولا اي حاجة، فمن نبدأ بحصول القمار. انت هتقسم فلوسكو على 8 دول وبس. فاحنا دلوقتي احنا كان طلع لنا 166 تقريبا و9، هنحطهم 166 و9 من 10، هتكون في كل خانة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. هندوس على كونفيرم بت هنا بس كده، نستنى بس لغاية ما الوقت يخلص. طيب زي ما انتوا شايفين جالي هنا 1326. تمام، جالي هنا 1326، واحنا كان في الاصل معانا 1235 حاجه زي كده. فالمهمه دي كل ما فلوسك بتزيد كل ما دي المكافأة اللي هنا بتزيد. كانت اول حاجه 7 بقت دلوقتي 10 مع الاستمراريه. تمام، هندوس على ريسيت. تمام كده احنا هنا زدنا زدنا عن الرقم اللي فات، زدنا على الرقم الاصلي 2 تقريبا، 2 وحاجة من 10. تمام، فمع الاستمرارية تفضل تعمل كده كل شوية، ومع ال فمع الاستمرارية وان انت تفضل تعمل مع الاستمرارية وتلعب اللعبة كل ساعة، وكمان تاخد البروميشن بتاع كل ساعة برضو اللي هو بيديك واحد، فهتزود بسرعة وهتخلص دولار بسرعة، تدخل على 14. تمام، ده في البداية لو انت لسه مجمعتش ال10 دولار، ممكن تعمل مثلا ايداع ب5 وتجيب ال5 التانيين، بس هيحتاج وقت شوية. ممكن تعمل ايداع ب8 وتكسب 2 عليها بالطريقة دي. وبس، هو ده كان شرح الموقع النهاردة. متنساش تعمل لايك واشتراك لو عجب الفيديو، واسيب لك اللينك بتاع التطبيق في الديسكريبشن تحت، حمله برضو عشان تستفاد في المستقبل. بس كده، سلام. السلام عليكم.